متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. استقرت الأجواء في أغلب مناطق المملكة وتراجع تأثير الحالة المطرية الممتدة منذ عدة أيام والتي أثرت بشدة متفاوتة ما بين يوم وآخر في مناطق مختلفة من المملكة. شكلت بعض السحب الركامية الرعدية خلال ساعات عصر هذا اليوم فوق المناطق الجنوبية الغربية، لكن في أجزاء محدودة منها جدا بالقرب من منطقة وجبال أبها. هذه السحب الركامية الرعدية تسببت بهطول زخات من الأمطار كانت غزيرة بعض الشيء في تلك المناطق، لأن باقي مناطق المملكة كما تلاحظون شهدت أجواء مستقرة للغاية. توقعات الهطولات المطرية خلال 24 ساعة القادمة تشير إلى استمرار استقرار الأجواء في المملكة خلال 24 ساعة القادمة. كما تلاحظون هذه الأحوال الجوية متوقعة نهار يوم الجمعة، وتعيش معظم مناطق المملكة أجواء مستقرة ومشمسة في العديد من الأنحاء، إلا أن هناك فرصة لبعض الأمطار المتوقعة في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة تحديدا في مناطق الربع الخالي على وجه التحديد. انتقالا إلى الأحوال الجوية في منطقة بحر العرب، كما أشرنا في النشرة السابقة نراقب حاليا في طقس العرب وجود منخفض جوي مداري. هذا المنخفض الجوي المداري متواجد بالقرب من مدينة صلالة، تقريبا إلى الجنوب الغربي من مدينة صلالة العمانية وعلى السواحل المطلة على بحر العرب. هذا المنخفض الجوي المداري تسبب اليوم بهطول أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق، وكانت أيضا بالإضافة امتدت غربا باتجاه الأجزاء اليمنية وبالقرب أيضا من منطقة جنوب منطقة عمان، جنوب شرق منطقة عمان، بالإضافة إلى الأجزاء الغربية من سلطنة عمان. وتميزت هذه السحب بأنها كانت كثيفة وغزيرة وذات أمطار عالية. تشير بعض التوقعات إلى تطور هذه الحالة المدارية من منخفض مداري إلى منخفض عميق وربما عاصفة مدارية خلال 48 ساعة القادمة. لدينا ولنا وقفة خاصة في نشرة جوية خاصة أخرى عن هذه الحالة المدارية وتوقعاتها في بحر العرب. بالنسبة لتأثيراتها على المملكة العربية السعودية، هناك تأثير غير مباشر يتمثل باحتمالية هطول بعض الأمطار غدا في ساعات العصر والمساء فوق مناطق الربع الخالي وهي مناطق غير مأهولة، ربما تكون على شكل زخات رعدية من الأمطار. كما أن هناك تأثيرات غير مباشرة قد تصل أجزاء من المملكة على شكل ازدياد في وتيرة الأمطار فوق المناطق الجنوبية الغربية من المملكة في منتصف الأسبوع المقبل. طبعا سنبقى دائما على تواصل معكم في حال أي مستجدات وتغييرات حدثت في الأحوال الجوية في المملكة جراء تأثير هذا المنخفض الجوي المداري الذي تشكل بسرعة وبفجأة فوق المنطقة الشمالية الغربية من منطقة بحر العرب خلال 24 ساعة الماضية. عودة إلى الأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء صافية ودافئة بوجه عام، درجة الحرارة الصغرى 27 درجة مئوية والطقس جاف بوجه عام. انتقالا إلى الأحوال الجوية المستقرة نستعرض بها درجات الحرارة في أغلب مناطق هناك، مع التنويه بأن المناطق الشمالية والغربية ستتعرض غدا لانخفاض على درجات الحرارة قد يكون ملموس في بعض المناطق تزامنا مع هذا الاستقرار في الأجواء. إذا في سكاكا 34 إلى 21، في عرعر من 35 إلى 22، في تبوك من 30 إلى 18 درجة مئوية. كما تلاحظون أجواء أبرد بكثير مما كانت عليه خلال الأيام الماضية. في جدة تحديدا انخفاض على درجات الحرارة تصل إلى 34 نهارا 26 ليلا مع نشاط في سرعة الرياح، 43 إلى 30 في المدينة المنورة مع طقس حار، 39 إلى 29 في مكة المكرمة مع أجواء حارة بوجه عام، 34 إلى 24 في مدينة الطائف والطقس بوجه عام يعني معتدل، لكن تراجع كبير في فرص هطول الأمطار خلال ساعات النهار مما يسمح بصعود درجات الحرارة بشكل أكبر. مناطق جنوب غرب المملكة في الباحة من 30 إلى 23، في أبها من 32 إلى 18، وفي جزام من 35 إلى 31 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الشرقية من المملكة، في الإحساء أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 45 إلى 28 درجة مئوية، طقس حار في الدمام من 44 إلى 29 درجة مئوية، وفي حفر الباضة من 44 إلى 30 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة في الرياض 42 إلى 28، في القصيم من 43 إلى 28، وفي حائل من 37 إلى 23، مع بقاء الطقس حار في وسط المملكة. نهاية هذه النشرة نختمها بتوقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة في الرياض 42 إلى 28 يوم الجمعة، نفس الشيء يوم السبت لا تغيير، كذلك أمره يوم الأحد مع أجواء حارة ومستقرة بوجه عام. نراقب في طقس العرب احتمالية هبوب ما يسمى برياح البوارح، وهي رياح محملة بالأتربة والرمال في الأسبوع المقبل على بعض الأجزاء الشرقية من المملكة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.